بدأت إطلاق عيرة نارية أظن إنها من الدخان. حتى معتق Can you tell us something؟ سألته سؤال لكن يبدو أن الشرطي أخذ للاتجاه الآخر، وبالتالي الاقتحام تم، وهناك عيرة نارية تطلق، عيرة نارية تطلق، غالبا سيكون الغاز المسيل للدموع من أجل تفريغ المتظاهرين. الشرطة فتحت باب، وتستمر أصوات هذه الفرقعات النارية، لا ندري من يقوم بذلك، الطلبة أم الشرطة، لكن هناك مناوشات قوية جدا، وهناك كما تقريبا طوال الليل كنا نكرر أن الطلبة لن يستسلموا بسهولة للشرطة هنا، وأن العملية ستأخذ بعض الوقت، وهناك مقاومة عنيفة من طرف الطلبة، يبقون في أماكنهم بمعنى أنهم مصممون على الاعتقال. الشرطة الآن تطلق الغاز المسيل للدموع، الشرطة الآن تطلق الغاز المسيل للدموع. الآن هذا هو الغاز المسيل للدموع، والشرطة هي من تطلقه، الشرطة هي من تطلقه. هذه هي العملية الإطلاق، عملية أخرى هذه العملية. إذن هناك عملية إطلاق للقنابل المسيلة للدموع، هناك تفكيك، يعني أصبحنا بالكاد نستطيع الحديث. Pull back guys, pull back, pull back. محمد لتلتقط أنفاسك، نحن نتابع معك هذه الصورة. إذن مشاهدينا، كما أفاد الزميل محمد الفنيش، هناك مناوشات بين الطلاب والشرطة حاليا التي دخلت إلى الحرم الجامعي من أجل ربما اعتقال، كما نشاهد في الصورة، نشاهد أن هناك إطلاق لعيرة نارية. هذه العمليات تتم، وهكذا يتم اقتحام هذه النقطة. الغاز المسيل للدموع يتم إطلاقه بشكل قوي حاليا. تلاحظ أن الشرطة تريد أن تسيطر على المخيم، على مكان الاعتصام، ولا مجال للمهادنة كما يظهر هنا على شاشة الغد. الطلبة كما تشاهدون خلفي كذلك يسيرون بتحدي، لم كنا ننتظر أن يكون هناك حالة من الفرار، وكل من تم اعتقاله هنا وكل من بقي سيعتقل. إذن الشرطة باقية، الشرطة يعني مستمرة في فتح المخيم، والطلبة المفاجأة الكبرى أنهم لم يتحركوا، يعني مصممين على الاعتقال، وكل من لم يريد المغادرة سيتم اعتقاله، بمعنى أن عمليات الاعتقال يمكن أن ترتفع بشكل أكبر. هناك صف من الطلبة متراص، يضعون اليد في اليد ويرفضون الحركة. كيف ستتعامل الشرطة مع الأمر؟ هل ستعتقل الجميع؟ هل ستدخل في مفاوضات مع الأمر؟ هل ستستعمل الغاز بشكل أكبر؟ الغاز قم بخنقنا حاليا، لكن إلى حدود الساعة لازلنا نستطيع التأقلم مع الوضع. ونقل الصورة لكم، تلاحظون هذا الشرطي يرمي بعنف.